ايه سر بقى الطياره المنفرده في فريق الالعاب الجويه المصريه؟ بص حضرتك، زي ما حضرتك عارف احنا التيم بتاعنا عباره عن 10 طيارات. العشر طيارات دول مقسومين لجزئين، 9 طيارات بيبقوا ازماس او ككتله واحده بيطيروا كلهم في تشكيل منضم على مسافات قريبه جدا ببعض، وفي نفس الوقت في الطياره رقم 10 بتبقى مشتركه معاهم في التشكيل، وبعد كده بتنفصل بتعمل حركات منفصله لوحدها على ارض العرض الجوي. تمام. لو جينا نتكلم على الطياره المنفرده، هو طبعا في الاخر احنا تيم وورك كامل، يعني هي مش ما فيش طياره مميزه عن طياره او في بوزيشن احسن من بوزيشن، بالعكس كله تيم وورك واحد وكلنا بنكمل بعض في الاخر ان احنا نوصل لعرض متجانس متماثل ممتع للجماهير. بالنسبه للطياره رقم 10، هي المختلف فيها شويه عن بقيه الطيارات ان هي بتدخل تعمل عروض منفرده لوحدها قدام المشاهد في حاله خروج التشكيل من منطقه المشاهده، فكان لازم يبقى دايما في تناغم ما بين طيار الفريق في الطياره المنفرده مع طيار الليدر بتاع الفريق مع 9 طيارات بتوعه، بحيث ان احنا يبقى هو في نفس التوقيت اللي بيخرج منه من نقطه المشاهده هي نقطة الدخول بالنسبة للطيارة رقم 10 أو الطيارة المنفردة، فبالتالي ما يحصلش ملل أو ما يحصلش